أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في المساء. وفد عسكري إماراتي في طهران يبدو غريبا للوهلة الأولى أن يتواجد إماراتيون من خفر السواحل في إيران في اجتماع يهدف للحفاظ على أمن المياه الدولية في الخليج ومضيق هرمز في خضم أزمة أمريكية إيرانية. ولكن لمن يتابع تطورات الأحداث مؤخرا يتساءل عن سياسة إماراتية باتت تتخذ نهجا آخر. بدأ وكأن أبو ظبي لا تسعى لاتهام إيران مباشرة بأحداث الفجيرة وبعدها بأسابيع انسحاب تكتيكي إماراتي في اليمن، واليوم عودة لتنسيق عسكري يتعلق بخفر السواحل بعد سنوات من الانقطاع. أما فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي في مياه الخليج فطلب أمريكي رسمي من ألمانيا للانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في تشكيل تحالف دولي للحفاظ على أمن مياه الخليج ومضيق هرمز. إنها زيارة الأولى من نوعها في السنوات البضع الأخيرة، لكنها لم تكن مفاجئة. فمجيء الوفد العسكري الإماراتي إلى طهران هو نتاج طبيعي للاتصالات المتزايدة بين البلدين في الآونة الأخيرة. الغاية من وراء الزيارة الأخيرة تتمثل في اجتماع خفر السواحل المشترك والمتوقف منذ العام 2013، ويناقش أمورا عدة كتعاون في أمن الحدود وتسريع تبادل المعلومات. من ينظر إلى الصورة الأكبر والمحاطة بالتوتر في منطقة الخليج يلاحظ مساعا إماراتية لاتخاذ مسار أكثر دبلوماسية مع إيران. مسؤولون إيرانيون كانوا قد أوعزوا هذا الأمر إلى إعادة أبوظبي حساباتها إثر الصمود الإيراني في وجه ضغوطات، إلى جانب التلويح الإيراني بالرد على أي تهديدات، وهذا يشمل توبيخ أبوظبي على سماحها بإطلاق طائرة مسيرة أمريكية من أراضيها قبل فترة وقرارها بتخفيض تواجدها في اليمن. يقول محللون إن الإمارات بالنهاية تحاول الحفاظ على الاستقرار في المنطقة لتأمين مصالحها خصوصا الاقتصادية منها. لا يتوقف الأمر عند الإمارات، إذ أكد الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي الأسبوع الماضي تلقي بلاده رسالة من السعودية عبر سويسرا في مؤشر على حذو الرياض حذو أبوظبي وحلحلة العلاقة بينها وبين إيران. ميدانيا يتواصل تشكل تحالف دولي بحري في مضيق هرمز، إذ دعت واشنطن ألمانيا وفرنسا للانضمام. سنبقى الجميع على اطلاع، نريد أن نبني خطة للأمن البحري ستشارك فيه دول من جميع أنحاء العالم، من تلك التي لها مصلحة في الحفاظ على الممرات المائية الدولية. سيستغرق الأمر وقتا، ولكنني واثق من أن العالم سيدرك أهمية ذلك. يأتي هذا بعد إرسال بريطانيا وكوريا الجنوبية المزيد من التعزيزات العسكرية إلى جانب الأسطول الأمريكي، فيما يغيب أي أفق لإنهاء الخلاف بين إيران من ناحية وبريطانيا والولايات المتحدة من ناحية أخرى. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية والأمنية السيد أمير أورن. سيد أمير مرحبا بك معنا. ينضم إلينا عبر استديوهات باريس سيد يونس بن فلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، مرحبا بك معنا سيد يونس. وينضم إلينا أيضا السيد خالد العوضي الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبر خدمة سكايب من الكويت. سيد خالد دعني أبدأ معك بمجريات ما يجري. كيف يمكن أن نقرأ هذه الزيارة الإماراتية بوفد عسكري يتعلق بخفر السواحل إلى طهران في هذا التوقيت؟ مساكم الله بالخير ومرحبا فيك وأرحب بضيوفك الكرام. للأمانة أنا طبعا الآن أمثل رأيي الشخصي كناشط سياسي، لكن أيضا يتوافق مع الرؤية أو السياسة الكويتية في هذه الزيارة. أنا أشوفها زيارة جيدة وأتمنى فعلا أن تثمر بنتيجة تخفض وتيرة التشنج اللي موجودة بالمنطقة. هذه الزيارة أنا أتوقع إذا حسب ما يعني ما قيل إن هي تنسيق أمني من خلال خفر السواحل، أنا أعتقد يمكن هذه بداية توطيد العلاقات بين الإمارات وإيران. الآن إذا إحنا لما نتكلم عن الحدود المشتركة الإيرانية، الإماراتية، طبعا هو لابد الآن يكون في تنسيق أمني بينهم، وخصوصا هناك عمليات تهريب وهم على علم فيها الطرفين، وخاصة موضوع الديزل، لأن إمارة دبي بحاجة كبيرة إلى هذه المادة. ويتم تهريبها من إيران إلى الإمارات، وأنا أعتقد هم الحكومات على علم لكن بفضون النظر
لأن هما الاثنين بيمس الحاجة للبيع والشراء. ناهيك عن إعادة تصدير بعض البضائع وبعض المواد الضرورية من دبي، موانئ دبي إلى إيران. فهذه الزيارة أنا أتمنى أن تجني ثمارها، وخصوصا حكومة أبوظبي أعتقد يعني فقدت كل أوراقها، وكانت تعول على النظام الأمريكي أنه ممكن يلعب دور أو يلعب ورقة ضغط على حكومة طهران. طهران خصم عنيد ولا عنده ما يخسره في هذه الأزمة، لذلك رهانهم مع أمريكا نعتقد طلع خاسر. طيب أنتقل يا سيد خالد، دعني أنتقل بهذه النقطة إلى سيد أميرنا في الاستوديو. سيد أمير، دلالات هذه الزيارة هل هي تغيير في السياسة الإماراتية؟ شاهدنا قبل أسابيع انسحاب إماراتي تكتيكي من اليمن، لم توجه الإمارات أصابع الاتهام مباشرة بأحداث الفجيرة إلى إيران، أم أنها زيارة روتينية في إطار التعاون في مضيق هرمز في هذا التوقيت؟ نحن نتحدث دوما عن الخليج الفارسي أو العربي، بالطبع أن كل طرف يسميه بشكل مختلف بشكل عام، ونشمل الجميع ونقول أن يوجد إيرانيون وعرب من على الطرفين، ولكن في الواقع أن تقسيم القوم والجغرافيا معقدتان أكثر. إذا نظرت من شط العرب في الشمال وحتى هرمز في الجنوب، هناك الكثير من اللاعبين، العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان، ولكل واحدة من هذه الأجسام يوجد مصالح ويوجد مجموعات نفذية. على سبيل المثال في الإمارات وبالأساس في دبي يوجد الكثير من الإيرانيين الذين يعملون هناك، هذه أقلية لابد من أخذها بعين الاعتبار، ربما ستخلق تطور في بعض الأحيان احتجاجات، ولذلك يجب توخي الحذر عندما يتواجدون في مواجهة مع إيران. الآن الإمارات ليست دولة قوية، إنها دولة غنية ثرية ولكنها ضعيفة، وفي هذه الحالة وعمل هذه الحالة في كل الجانب العربي من الخليج، يشمل السعودية التي تملك الكثير من الأموال والكثير من النفط، ولكن جيشها ليس جديا، وحتى عندما يزداد تعداده رأينا في اليمن ليس مهنيا إلى هذا الحد. ولذلك كما قيل في السابق فإن الإمارات يجب أن يأخذوا بالحسبان ويعيدوا حسابات بالنسبة إذا كانوا بالفعل يستطيعون الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، إذا كان الأمريكيين أو آخرون ربما سينقذونهم ويدافعون عنهم أو يتوصلوا لترتيب معين كما يذكر. رغم أننا لم نتحدث عن ذلك، يجب أن نذكر أن يوجد هناك خلاف حول جزر ثم الطرب الكبرى والطرب الصغرى وأبو موسى، والتي يدعي الإيرانيون أنها لهم والأمريكيون يقولون أنها لهم. ونقطة أخرى، نحن في إسرائيل وليس فقط هنا في مصر والعديد من الأخرى، نذكر ما حدث هنا في أيار 67 عندما أعلن المصريون أنهم يغلقون مضايق طيران، وحين قال الإماراتيون أنهم سينظمون أسطولا بحريا، ورأينا هذا لن ينجح، وحين اندلعت حرب 6 أيام سيحاولون بناء نوع من التحالف لحماية الناقلات النفطية في الخليج الفارسي. ترى أي كم من الوقت تحتاج ذلك وكم معقد هذا الأمر، الكل يفهم الإيحاء، وتم ذكر هنا ميناء الفجيرة، وعمليا الإمارات مستعدون لأن يدفعوا ثمنا للإيرانيين كي يتركوهم ولأنفسهم. نعم سيد يونس، أنتقل إليك برأيك، هل هي خطوة إلى الوراء إماراتية في سياق كل هذا التوتر الإيراني، أم أنها محاولة وساطة لربما عسكرية في إطار كل ما يجري في مضيق هرمز، أو محاولة لتسوية سياسية في إطار كل هذا التوتر الأمريكي الإيراني؟ أنا لا أظن أنها يعني تسوية سياسية، بقدر ما أظن أنه يعني محاولة للتنسيق ومحاولة لإيجاد حلول فيما يخص الحروب الملاحة. يعني الإمارات على وجه التحديد دولة لديها اقتصاد صاعد بالنسبة للمنطقة، وعندها أهداف اقتصادية من بينها أن تصبح من أهم 30 اقتصاد في العالم، وبني اقتصادها على فكرة الخدمات، يعني وخاصة أنه اليوم هناك حالة من الاستنزاف داخل هذه المنطقة فيما أصبح يعرف حاليا بحرب الملاحة، وهناك تضرر بالنسبة للشركات الإماراتية
الإماراتية وعلى وجه الخصوص شركة ديبي وورد التابعة لموانئ دبي التي هي تسيطر على تقريبا يعني مجمل الموانئ الموجودة في العالم، هي ثالث أهم شركة في مجال الملاحة البحرية وتعطي اهتمام كبير لهذه المنطقة. لذلك استقرار الأوضاع على الأقل على المستوى الملاحة هو بالنسبة للإمارات مسألة بالنسبة لها جيدة، خاصة أن هناك مشاريع اقتصادية في هذا الصدد. هذا لا يعني أن لم تكن هناك علاقات، كانت هناك علاقات يعني بين إيران وبين الإمارات لمدة طويلة، وهناك تواجد يعني تقريبا حسب الإحصائيات 500,000 إيراني موجود في الإمارات يشتغلون، والإمارات يعني 27% من الصادرات التي كانت توجه لإيران هي كلها كانت قادمة من الإمارات. العلاقات الاقتصادية كانت مميزة على الرغم من الاختلاف على احتلال 3 جزر إماراتية من طرف القوات الإيرانية. لكن المتغير الذي حصل هو الحرب في اليمن أدت إلى تغيير تموضع بالنسبة للجانب الإماراتي، وذهبت في اتجاه السعودية أكثر، لأنه وصلت المرحلة يعني إلى هناك تدخلات كبيرة للجانب الإيراني في منطقة الخليج. لكن هذا يطرح نقطتين أساسيتين بالنسبة للنقطة الأولى، هي مسألة التباين في الموقف الخليجي إزاء المسألة الإيرانية. لأنه إذا لاحظنا هذا، وهذا يعني اتضح جليا خلال قمة مكة مؤخرا في السعودية، أنه هناك دول داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي تعتبر إيران عدو، هناك دول تعتبرها خصما أو متحديا، هناك دول أخرى مثل حالة قطر والكويت وغيرها تعتبرها دولة عادية فاعل مثل باقي الفاعلين الموجودين في المنطقة، شأنها شأن تركيا، شأن مصر وشأن باقي الدول. هذا التباين يجعل أن اليوم كل الدول تبحث عن مصالحها على 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 حدة. هناك من يريد إعادة تغيير السلوك السياسي لإيران، هناك من يريد الحد من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، هناك من يريد التفاوض الثنائي مع إيران على مصالح اقتصادية، وهذا يجعل أن هناك تباين داخل هذا الخط يعني الذي يمكن اعتباره الخط الشرق المتوسط. في نفس الوقت المتغير الذي ذكرتموه بما يخص يعني إعادة تموضع القوات الإماراتية في اليمن، أنا أظن أنه كان منتظر، لأنه يعني مورس ضغط غربي كبير على القوات الإماراتية والسعودية فيما يخص بيع الأسلحة وغيرها، والإمارات ارتأت أنه اليوم يمكن حل المشكلة اليمنية من الداخل، والرهان بطبيعة الحال هو على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتم تحويله من لاعب عسكري إلى لاعب سياسي. هذا هو الرهان. لكن هناك اختلافات ربما مع السعودية فيما يخص مسألة إدارة الشأن اليمني، فيما يخص وجود فصائل للإسلام السياسي التي ربما هي أقرب حاليا للسعودية منها للإمارات في اليمن. لكن يظل أن الحرب في اليمن هي إكسير هذا التعاون والتحالف الإماراتي السعودي. الموقف الذي يسجل حاليا فيما يخص الملاحة أنا أعتبره فقط موقف للتهدئة يعني المؤقتة، هذا لا يعني أن الأمور أو أن التصعيد ليس مستقبلا، خاصة أن اليوم المشكلة الإيرانية لم تعد فقط مشكلة خليجية أو مشكلة شرق أوسطية، بل تجاوزتها وأصبحت مشكلة عالمية. طيب سيد خالد أنتقل إليك من جديد، يعني هل تريد الإمارات أن تغرد خارج سرب المملكة العربية السعودية باتخاذها كل هذه الخطوات؟ هناك من قال بأن الإمارات تحاول أن تحمي مياهها الإقليمية وأن تهدئ من روع التوتر مع إيران للحفاظ كما ذكر سيد يونس على مصالح اقتصادية وأهداف استراتيجية. هل بالفعل يمكن قراءة كل هذه التطورات في هذا السياق سيد خالد؟ سيدي بالنسبة للمياه الإقليمية الإماراتية هي ما عليها مخاطر مع إيران، أنا قلت لك هو أساسا هذا الخط شغال بين إيران والإمارات بطريقة قانونية أو غير قانونية. إيران لها منافع اقتصادية كثيرة داخل الإمارات، ونفس الشيء إمارات لها يعني لها زباينها إذا صح التعبير من إيران. ما أعتقد أن هذا يشكل خطورة إذا صار في توافق بينهم. بالنسبة ولكن ماذا يشعر على أن الإمارات سيد خالد تغير نوعا ما من سياستها في المنطقة من تعاملها مع إيران بشكل عام؟ لا نعم، وهذا وهنا الحكمة، هنا الحكمة، وهنا يعني أنا شخصيا أتمنى دول مجلس التعاون يحذون حذو الإمارات اللي أساسا كان يناشد فيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إن إحنا لابد يكون في عندنا حكمة وعقلانية بالتعامل مع إيران. إيران شئنا أم أبينا هي دولة جارة، وهي لها قوتها في المنطقة السياسية والعسكرية. أنا وجهة نظري إيران ما عندها ما تخسره قدر ما لدينا إحنا ما نخسره إذا دخلنا في حرب معها.
إيران يمكن تؤدي دور المنتحر في هذه الحرب، وبالنهاية الضرر راح يقع علينا احنا كدول مجلس التعاون اكثر ما يقع عليها. ايران ودها تنشغل في حروب خارج دولتها حتى تشغل شعوبها في هذه الحروب. ايران عندها مشكله داخليه اكثر منها تكون خارجيه. فايران تتمنى الحرب لكن ما تتمناها داخل محيطها، هي تتمنى من خلال اذرعها اللي موجوده في المنطقه سواء في اليمن أو سوريا. وكأن الإمارات سيد خالد أيضا بهذه النقطة، وكأن الإمارات أيضا تخالف المملكة العربية السعودية بهذا الشق. شاهدنا تصريحات سعودية عديدة، حتى أنا هنا استضفت مسؤولين وشخصيات سياسية سعودية من الرياض تحدثت بشكل واضح عن أهداف ومساعي لتشكيل تحالف لضرب إيران ضربة عسكرية، والإمارات لا تريد ذلك أيضا. الآن أنا أعتقد حتى السعودية ما تريد الحرب مع إيران. أيضا الحكماء في السعودية لا يقلون يعني مقدرة بالقراءة قراءة الساحة عن الإمارات. أنا أعتقد الإمارات الآن لابد يعني تنتهج نهج إن إحنا الآن في وضع واقعي، ما نقدر يعني نغير الظروف السياسية اللي موجودة الآن. نعم. السؤال اللي يطرح نفسه، هل الإمارات الآن من ضمن يعني توجهاتها كان في تنظيم وكان في تنسيق مع الدول المتحالفة معها؟ أنا أعتقد نعم، وإن كان غير معلن. أنا ما أعتقد أن الإمارات ممكن تغرد خارج السر. أنا أعتقد الإمارات الآن بدأت بخطوة وقد تنعكس إيجابياتها على الدول الحليفة اللي مع الإمارات، وبالتالي تدريجيا إن شاء الله بإذن الله تنحل هذه المشكلة. طيب هذه نقطة مهمة سيد خالد. وتنعكس أيضا على الأزمة الخليجية مع قطر، وتنتهي هذه المشكلة إن شاء الله. نعم نقطة مهمة طرحتها أنتقل بها إلى السيد أمير. سيد أمير، هل يمكن أن تجر هذه السياسة الإماراتية بالتهدئة نوعا ما مع إيران المنطقة ككل أيضا إلى الهدوء؟ انظر، قد يكون أن كان هناك خطأ في الحساب، والواقع أن الناس يقتنون في المكان ويقولون أنهم أكبر الأشخاص أكثر الفاهمين لما يجري هناك، هذا لا يعني أي شيء. اسقطر أنه في غضون 10 أعوام عراق صدام حسين اقترفت خطأين كبيرين. في عام 1980 هاجمت إيران، كانت تظن أن إيران ضعيفة بعد الثورة، واستمرت الحرب 8 أعوام وأدخلت الولايات المتحدة، وكان هناك الكثير من التعقيدات والتورطات، وأطلقت صواريخ على بغداد وطهران. وفي عام 1990 اجتاحت الكويت وكانت تعتقد أن الكل سيتسلم بهذا الأمر. لذلك فإذا كانوا في دبي يعتقدون شيئا ما، هذا يعني أن هذا صحيح. الكلمة المهمة التي قال هنا السيد خالد هي الحلف، التحالف. الكل يبحث عن حلفاء، لأن الحرب اللعبة الاستراتيجية كلها هي من ناحية العزل، ومن ناحية أخرى البحث عن حلفاء وكسر العزل من جانب آخر. وعندما ننظر من الشرق الأوسط، ينظرون الشرق الأوسط من واشنطن، ماذا يرون؟ يجلس هناك رئيس يقول أنه يريد الانسحاب من الشرق الأوسط، ويريد أن يخرج يسحب قواته، لن يخرج قوات سنتكم التي لديها معسكرات وقيادات في قطر والكويت والبحرين ومناطق أخرى، لن يخرج معظم قواته الجوية والبحرية، ولكنه يريد أن يخلي جيشه. هذا يأتي 50 عاما بعد أن أخلى البريطانيون قواتهم وسحبوها فيما كان يسمى حينها شرق عدن. كل القوات التي كانت من عدن ومياه الخليج تم نقلها إلى الغرب، والآن يقوم الأمريكان بالمثل. بالأمس فقط تواجد وزير الدفاع المصري محمد زكي، جاء لزيارة وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر. إسبر في أقواله خلال الاستقبال قال إنه لدينا العديد من المشاكل المشتركة، على سبيل المثال
ليبيا وإيران، ليبيا لأنها أقرب إلى مصر، ولكن أيضا إيران. زكي تجاهل الأمر كليا، لا يوجد إيران. تحدث زكي فقط عن الإرهاب وعن داعش في سيناء وعن شؤون تقلق المصريين. لا يوجد للولايات المتحدة حلفاء بالمرة، ربما إسرائيل، ولكن هذا هي شريك تحت من تحت الطاولة فقط. لا يوجد حليف للولايات المتحدة في الغرب، لا بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا حتى في الشرق الأوسط التي تخوض اليوم معها ضد إيران. عندما يقومون بالحسابات في واشنطن يرون لنفسهم وحدهم، وإيران تنجح بكسب حلفاء في الشرق الأوسط. نعم سيد يونس، بنقاط عديدة لربما طرحت هنا في الاستوديو أكيد أردت التعقيب عليها، ولكن بنقطة خاصة، هل يمكن القول بأن المصالح الاستراتيجية التي تتعلق بالاقتصاد ما بين إيران والإمارات قد تشكل ربما هذا المفترق فيما يتعلق بالتحول في هذه الاستراتيجية وهذه العلاقة المشتركة؟ يعني الملاحظ أنه منطقة الخليج كلها تمر يعني بتغير على المستوى الاقتصادي، الكل يهدف إلى حالة من التحول الاقتصادي، يعني الخروج من حالة الريع النفطي إلى يعني منافذ أو رحاب الإنتاج والخدمات. يعني هناك رؤية 2030 في السعودية، هناك رؤية 2021 في الإمارات، والإمارات مقبلة على مشروع مهم في دبي اللي هو معرض دبي سنة 2020، هناك رؤى اقتصادية أخرى في الكويت 2035، في عمان 2040، وغيرها من الدول. هناك إرادة إلى فكرة أنه الاستقرار السياسي مطلوب في هذه المرحلة، إنه فكرة جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحدي مهم بالنسبة لهذه الدول. لكن أنا أظن أن الاقتصاد هو عماد مهم داخل هذه الرؤية، لكنه ليس الوحيد. ما يدركه اليوم الجانب الإيراني بشكل على وجه الخصوص أن هناك حالة من التضخم في تسلح الدول الخليجية. الإمارات نفسها التي تعتبر يعني دولة حديثة لديها اليوم جيش ينفق تقريبا 30 مليار دولار سنويا على مستويات التسلح، لديها علاقات عسكرية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى مع الدول الأوروبية، هناك قاعدة عسكرية فرنسية موجودة في الضفرة يتواجد بها أكثر من 700 جندي فرنسي، هناك عقيدة عسكرية حديثة أنشأها وتحسب يعني الولي العهد إمارات لأبو ظبي الشيخ محمد بن زايد اللي كان له الفضل يعني في إنشاء هذا الجيش، واللي اليوم اصبح يعني يخرج يعني الحروب، وله يعني تجارب، ومن بينها تجربه اليمن. كل هذه المؤشرات في التسلح تجعل ان المنطقه على صفيح ساخن، وان الرهان بالنسبه للحلف الشرق الاوسطي ان صح التعبير، يعني الحلف العربي الاسرائيلي، هو الرهان على الداخل الايراني، هو انه فكره اليوم اي حرب مع ايران تغذي المزيد من التشدد في القياده الايرانيه، وان اسهل وسيله اليوم لمواجهه ايران هي فكره ممارسه الضغوط اقتصادية عليها، هي كشف الوجه الحقيقي لإيران، وهذا ما ينعكس تأثيره. يعني إيران تجد مشاكل مع شعبها، مع شبابها على وجه التحديد. أنا أظن أنه خلال المرحلة السابقة على الأقل نجح هذا الحلف في كشف نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي مسألة يعني أسطورة ما عرف بالدبلوماسية الضاحكة، سمايلي دبلوماسي، اللي كان الغرب يعتمدها في مواجهة ظريف وروحاني على أساس أن يجب تقرب من المعتدلين لمواجهة المتشددين داخل إيران. إيران ليس فيها معتدلين المتشددين، كلها متشددين، ومن لهم القرار في التشدد هم أصحاب الحرس الثوري والمؤسسة الدينية، وظريف وروحاني هم فقط الواجهة التي يعني يمكن التعامل معها على المستوى الدبلوماسي. النقطة الثانية هي المرتبطة بمسألة أنه دائما كان ينظر في الغرب لإيران على أساس أنها مشكلة شرق أوسطية، اليوم لم تعد فقط مشكلة شرق أوسطية ولكن أصبحت مشكلة غربية، لأنه ما حدث خلال الفترة السابقة من اعتراض لناقلات نفط بريطانية وغربية وغيرها من التهديدات على مضيق، على إغلاق مضيق هرمز وعلى حرب الموانئ، هو تهديد مباشر لمصالح الغرب سواء في اقتصاد الطاقة أو كذلك فيما يعرف بالتجارة العالمية. طيب سيد خالد أنتقل إليك، هناك من قال بأن أيضا هذا الوفد الإماراتي العسكري الذي وصل طهران حمل رسالة سعودية، وأن وضعنا الأوراق على الطاولة لقطر علاقات مع إيران، سلطنة عمان تواجدت عبر وزير خارجيتها في طهران والعلاقات طيبة، أيضا الكويت لربما لا توجد بينها وبين إيران علاقات سيئة جدا. يعني هل يمكن القول بأن الأمر يقف عند المملكة العربية السعودية الآن أو عند بعض الدول؟ وهل يمكن القول أن كل هذه العلاقات الطيبة ما بين عمان من جهة وإيران من جهة أخرى، وأيضا المحاولات الإماراتية لتقريب وجهات النظر، ستؤدي في نهاية الأمر إلى حلحلة هذه الأزمة في الخليج مع إيران؟ طبعا بالنسبة للإمارات والسعودية هو مصير واحد. يعني نعتقد الآن الوفد العسكري اللي متواجد في إيران لابد عندما يطرحون أي وجهات نظر
هي تمثل البلدين. إمارات لن تذهب بورقة تخص الإمارات وحدها، هي سوف تتكلم فيما يخص الإمارات والسعودية، لأن هي أقرب للعلاقات من السعودية، مع العلم أن ما زال هناك تمثيل دبلوماسي للدول هذه مع إيران، وإن يعني تم تخفيض التمثيل الدبلوماسي على عكس أنهم قطعوا العلاقات الدبلوماسية بتاتا مع قطر، وهذا مستغرب طبعا، لأن المفروض الآن بدعائهم أن قطر حليفة مع إيران، الآن هم ذهبوا لإيران، وهذا مستغرب، لكن إن شاء الله يكون باب خير بحل فيها هذه القضايا كلها. بالنسبة لعمان، أنا أعتقد عمان لها دور أكبر من الدور اللي قيل إنها هي وسيط. أنا أعتقد ضمنيا عمان وإيران هم مسؤولين. وصلت الفكرة سيد خالد، أعتذر للمقاطعة لضيق الوقت. سيد خالد العوضي الكاتب والمحلل السياسي الكويتي كنت معنا عبر سكايب من الكويت، جزيل الشكر على هذه المداخرة. الشكر موصول لك سيد يونس بن فلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي كنت معنا عبر استديوهات باريس، والشكر لك سيد أمير أورن خبير الشؤون السياسية والأمنية. مشاهدي الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونعود إلى المناظرة اليومية، فابقوا معنا.